كل قارب في مجموعه صاعقه نازله من 39 قتال نازله على الموقع. نزلت المجموعه السيد ابراهيم يفاع بيقود كل العمليه، مجموعه بقياده احمد رجاء عطيه، مجموعه بقياده محيي نوح، مجموعه بقياده محسن طه، مجموعه بقيادتي انا. كل مجموعه حوالي 12 جندي، في 12 في 13 دخل على دوشمة. دوشمة مبنى من الخرسانة المسلحة المقوية جدا، يعني القنابل تيجي على الدوشمة ما بتعملهاش حاجة، بتبقى حوالي 20 في 20 متر وتحت الأرض حوالي كمان 20 متر، ومجهزة بإعاشة لو اتضربت بتقفل البيبان عليها ويعيشوا تحت مهما يكون في ضرب جامد. فلما ابتدى الضرب كان مقصود بيه إن هم يغطسوا أو يدخلوا عشان ما يتعرضوا لناش وإحنا داخلين عليه، لغاية ما الضرب وإحنا المجموعات بتتقدم. بدأنا نتحرك إلى جنوب الموقع، نزلنا جنوب الموقع بحوالي من 100 إلى 150 متر. إبراهيم الرفاعي إدت قال للعميد مصطفى كمال يرفعوا ضرب المدفعية عشان نقدر إحنا ندخل على الموقع. اترفع ضرب المدفعية، بدأنا نهجم على الموقع، دخلنا على الموقع، كل واحد كان معين ليه دشمة معينة داخل عليها. دخلنا كل واحد بدأنا نتعامل مع العدو. ألزمنا العلم الإسرائيلي، ولعنا مناطق الشؤون الإدارية الداخلية، حصلنا على بعض الأسلحة. كان قوة الموقع ده 40 فرد، قضينا على قوة الموقع بالكامل ال 40 فرد اللي موجودين في الموقع. قعدنا في الموقع لمدة ساعتين إلى أن بدأت احتياطات العدو تتحرك. فقالوا لنا التعليمات جات لنا بأن احنا ننسحب، احنا نفذنا المهمة بتاعتنا، الموقع مولع، أهل الإسماعيلية شايفين منظر قدامهم من أجمل ما يكون، الموقع اللي كان بيضربهم مولع. فكان الكل بيقول الله أكبر. كل واحد داخل على الدوشمة بتاعته بأفراده، وبعدين بنروح راكبين بقى الدوشمة ونخش الدوشمة من الداخل، وفي فتحات بنقول عليها المزغل، بيبقى فتحة بعرض الدوشمة ممكن تبقى حوالي 5-6 متر بارتفاع 30 سنتي 40 سنتي، بيطلع منها الرشاشات والعدو يهاجم منها. فكان دورنا ان احنا نبتدي نرمي له قنابل يدوية داخل الدوشمة ونوده خان عشان يطلعوا. اللي طلع اتعاملنا معاه، اللي ما طلعش ومات تحت هو ونصيبه يعني. في وسط يعني انا ركبت دشمه، كل مجموعه ركبت دشمه. كل واحد وصل فوق مجموعته فوق الدشمه اللي هو هيقتحمها. صدرت الاوامر بالاقتحام الدشمه في وقت واحد. تم تدمير الموقع بالكامل. وتم جمع الاسلحه اللي هي استولينا عليها. كانت الصعوبة مش في العملية، الصعوبة في انك تقنع الناس انهم ينسحبوا ويسيبوا الموقع. وفي معانا ضابط صغير اسمه وئام سالم. وئام سالم ده ابوه شهيد الشهيد عبد السلام سالم دفعة جمال عبد الناصر، وامه ام الابطال، لانهم اربعة ضباط كلهم ضباط. وئام سالم في المعركة دي دخل على دبابة كانت موجودة داخل الموقع، كان بيفك رشاش نص بوصة، وقام مرضاش يسيب لغاية ما جاب المدفع، وحط قنبلتين في البتاع ده، عبوتين نسفة ونسف العربية، والناس كلها ماتت، الأربعين واحد بتوع الموقع ماتوا. لقيت عربية نص جنزير تحت الموقع، فكلمت، كان معانا أجهزة لاسلكية صغيرة الحجم يعني. كلمت الشهيد الرفاعي، قلت له في عربية نص جنزير أنا نزل لها. قال لي لو فيها رشاش هاته. كان معانا عبوات حرقة اسمها السيرمايت، ده عبارة عن مركب بيطلع 3000 درجة مئوية،
العربية كانت فول تانك، التانكات البنزين مليانة على الآخر، فيها حوالي 20 صفيحة بنزين. جبت منها الرشاش وحدفته الفرد واقف بره، بعدين جبنا الزخاير، وهي كان فيها عبوات في الأرضية ما رضيناش دي ممكن تكون مجهزة بأشراخ خداعي. وولعنا العبوات حطيتها جوه التانكات لغاية ما العربية ولعت. قفزت من العربية ورجعت للدشمة تاني، ولقيت المجموعة اللي جنبي جابت علم وجابت تلسكوب بتاع رؤية، وانا جبت رشاش بالذخيره، وابتدت العربيه بقى تنفجر بعد النيران اللي اشتعلت فيها. في من الصور اللي موجوده مع حضراتكم، جريده الاهرام نشرتها مولعه، والصوره على بعد 3 كيلو بين الاضاءه بتاعه النار بتاعه العربيه بعد 3 ساعات لسه مولعه، لان 20 صفيحه مولعه يعني 20 في 20 20 لتر في 20 صفيحه 400. ابتدت تولع في الاول، بعدين ابتدت تنفجر. ابتدى كل مجموعه تبلغ انها تعاملت مع افراد الدشمه بتاعتها. كان عندي شويش اسمه ابو ريه طلع على الصاري، والصاري املس ما تعرفش طلع ازاي، جاب العلم بتاع الموقع. عمليه كانت حاجه غريبه قوي، مش روح المصريين. اصرخي صرخه ميلاد، اصمدي ساعه الالم، يا ما في الأرحام ولاد حلمها رفع العلم، أمتي حان المعاد، قومي يا خير الأمم، انشدي لحن الجهاد، أيقظي فينا الهمم. الموقع احتل تماما، واتضرب عليه قنابل يدويه جوه الدشم، واترمى جواها نابالم، ونزلنا العلم ورفعنا العلم بتاعنا، ويعني سيطرنا الموقع تماما. يعني ما كناش متوقعين يعني ان احنا نعمل حاجه يعني. فاول مره كانت عمليه ناجحه، وكانت مفاجاه ليهم، مش متوقعين ان احنا نعمل عمليه اقتحام لاربع دشم مسلحه. ابتدى العدو يبعت مجموعه احتياطيات تندفع للدخول علينا احنا. كان محسن طه بمجموعته اندفع شرقا في اتجاه المجموعه دي، وراسس الغام وضربت عنده دبابتين كمان، فالعدو الاحتياطي بتاعه ما تقدمش اكتر من كده، وانسحبنا احنا، وكان الاصابات بسيطه جدا، يمكن محي نوح او حاجه شاظيه او حاجه كده. انا في واحد تاني اتصاب مساعد اسمه كان يميع بالشويش اسمه جيزي ده، حتى واحنا في وسط المعركه قال انا اتصبت، قلت له فين؟ فشاور لي كده على ظهره تحت ظهره شويه يعني. فقلت له انزل تحت على كده الميه وامشي مع الميه هتلاقي القوارب هناك. واستمرنا في المعركه. ببص جنبي في وسط المعركه لقيته جنبي بيقاتل يعني هو واخد الطلقه في ظهره، ويمكن جنب السلسله الفقريه طلعت بعد كده لما طلعت يعني. واستمر في المعركه ما رضيش ينسحب. الرئيس جمال عبد الناصر كان حريصا على تكريم ابطال عمليه التمساح الاولى، وقام بزياره النقيب محيي نوح في مستشفى المعادي خلال اصابته. انا اصبت في هذه العمليه. فلما اصبت في هذه العمليه ممكن في برنان موجود فيه الاصابه بتاعتي. اصبت في هذه العمليه، خدوني على قياده اهتمت بيا جدا، ابراهيم الرفاعي اهتم بيا، علي نصر كان معايا هو ورفعت الزعفراني، خدوني على مستشفى القصاصين. في مستشفى القصاصين عملوا لي العلاج اللازم. تاني يوم الصبح طياره هليكوبتر خدتني على مستشفى المعادي. في مستشفى المعادي كنت انا ملوث بالدم، وحالتي مش مظبوطه نتيجه الهدوم مقطعه وملوث بالدم. فاللي هو محمد احمد صادق كان مدير المخابرات الحربيه في ذلك الوقت، وكان الاب الروحي لهذه المجموعه. فبعت جاب لنا غيارات، وكان معايا واحد تاني اسمه الجيزي كان مساعد. فجالي طلعت في اوضتي فوق، وجه اللي هو محمد احمد صادق وقال لي عد نفسك نفسيا ان في زياره مهمه هتيجي تقعد معاك. في اخر ضوء قال لي عد نفسك نفسيا ان الرئيس جمال عبد الناصر هيجي يعرف منك ما تم خلال العمليه. فوجئت.
انا ضابط صغير وجئت بالرئيس جمال عبد الناصر جاي ومعاه القيادة السياسية ومعاه الفريق محمد فوزي وزير الدفاع وجه اللي هو محمد احمد صادق وعرف ان احنا من الضباط الممتازين في المجموعة 39 قتال مجموعة الشهيد او مجموعة ابراهيم الرفاعي. قاعد يسألني رئيس جمال عبد الناصر وقتها ايه اللي تم؟ سأل الاول الدكاترة قال له ممكن تتكلم معاه؟ اتكلم معايا. حكيت له ما حدث. فطلب مننا ان احنا نزيد من هذه العمليات عشان باستمرار نعمل قلق وننزل اكبر خسائر من العدو. وشكرنا وكانت دي رفعت روحنا وروح القوات المسلحة في الوقت ده بطريقة جميلة جدا. يوم التمساح احنا كنا بنجي من السبت ابراهيم الرفاعي قال لي استدعاني وقال لي انا عاوز محمود الجيزي. ما كناش نعرف عمليات ايه. قلت له يا فندم الجيزي اتجوز يوم الحد. النهاردة الاثنين والثلاث والاربع. قال لي تسافر تجيب لي الجيزي من اسكندرية. خدت العربية مع الحاج افتكر وطلعنا على اسكندريه. طب انا هطلع للجيزه اقول له ايه؟ هو ساكن في شارع بيقور في اسكندريه من في حته اسمها الابراهيميه في اول الشارع فرن. جبت تورته ب 11 قرش وطلعت بقى قلت له انا جاي ابارك لك وبتاع. مراته بصت كده يعني هو من كلامه عليا قال ده محمد عبده. فقالت له ده محمد عبده هنا فعاوز اتكلم معاه. فقلت له يا اخي ما تخلي المدام العروسه تعمل لنا شاي. فجابت لنا شاي وجابت لنا على البلكونه. قلت له هنتكلم في البلكونه في شهر يونيو. فقلت له انا مكلف ان انا هاخدك معايا مصر النهارده. العربيه بتاعتنا تحت في الشارع الجانبي تنزل معايا دلوقتي حالا. انا هستناك نص ساعه تكون جاي. وحضر الجيزي ونزل وجينا مصر الاربع الخميس الصبح. دي تمام للشهيد ابراهيم. الشهيد ابراهيم قال له معلش يا جيزي في حاجه بسيطه هنعملها. كانت العمليه يوم السبت. واصيب محمود الجيزي في هذه العمليه مع محيي نوح اللي هو محيي نوح دلوقتي اصيب برضه بس ده ولم يبلغ زوجته عن اصابته. وقعد شهر بالكامل واخد طلقه في 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 فخده باليمين هنا وخارجه من مكان يعني في نهايه الفخذ الا بعد حوالي 16 يوم او 17 يوم لما خرج من المستشفى وراح لمراته. فدي جسارة. سكت الكلام والبندقيه اتكلم والنار وطرد شدت على بين الجنود واتبسمت واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا. كان هذا بعض ما قدمه أبطال المجموعة 39 قتال. في الحلقة القادمة المزيد والمزيد من بطولات هؤلاء الأبطال أبطال مجموعة 39 قتال. شكرا لكم وتابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله.